السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عضو غرفة شركات السياحة السابق يكشف على تأشيرات الحج المتوقعة لمصر. خليكم معانا لما نشوف الخبر. اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس ليصله كل جديد. كشف علاء الغمري عضو غرفة شركات السياحة السابق مصير مشاركة شركات السياحة في تنفيذ موسم الحج للعام الحالي، وذلك عقب الحديث عن تحديد السعودية لتأشيرات الحج بعدد 60,000 تأشيرة، منها 45,000 لحجاج الخارج. وقال الغمري لمصراوي أن الشركات لن تشارك في تنفيذ الحج للعام على الثاني على التوالي للعام الثاني على التوالي نتيجة وباء كورونا، ولن تجني أي أرباح من الموسم. متابعا الحج هذا العام سيكون رمزيا وليس تجاريا على غرار العام الماضي، وستنفذه المملكة بشكل رمزي. ويتوقع عضو غرفة شركات السياحة السابق أن تنظيم الدولة الموسم بالتنسيق مع الجانب السعودي، لأن المملكة لن تجازف بحفاظا على أرواح وصحة الجميع، والظروف الحالية لا تسمح بذلك. لكن المشهد يأتي ضمانا لعدم توقف شهيرة الحج. وأشار إلى أن تحديد عدد الحجاج على مستوى العالم 60,000 حاج يعادل نسبة 2% من الطاقة المحددة للمملكة لكل دولة، وبذلك فسيكون نصيب مصر من إجمالي عدد التأشيرات بين 1,000 إلى 1,600 تأشيرة حج من إجمالي 80,000 تأشيرة في الماضي. وأشار إلى غموض الآلية التي ستنفذ من خلالها المملكة العربية السعودية لموسم الحج، والأمر ليس سهلا، والحديث عن تنفيذ الشركات الحج غير موجود، مع التأكيد على أداء الشعيرة والمناسك وعدم توقفها من جانب المملكة. وتابع الغمري الحج هذا العام ستنظمه المملكة العربية السعودية فقط دون غيرها بآلية معينة ودقيقة للغاية حفاظا على الصحة العامة للحجاج. ويتوقع الغامري الفئات التي سيكون من نصيبها تأشيرات الحج، منها أسر الشهداء أو الطواقم الطبية، أو ربما تعتذر الدولة بعدم إرسال حجاج لهذا العام، وكل شيء متوقع ووارد. متابعا ورغم كل ما يدور، لم تخاطب السعودية مصر بشكل رسمي حول جديد بشأن الحج حتى الآن. جدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية اشترطت على حجاج الخارج أن يكونوا تلقوا كامل الجرعات من لقاحات كورونا المعتمدة من المملكة العربية السعودية، ويتطلب من جميع الحجاج إبراز شهادة تثبت ذلك، ويتم تصديقها من الجهات الصحية المعتمدة في بلادهم، وإلا تقل المدة بين الجرعة الأخيرة الجرعة الثانية من لقاح ذي جرعتين، أو الجرعة الأولى من لقاح ذي جرعة واحدة، والمغادرة إلى المملكة عن 14 يوما. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.